ورحمة الله. إن شاء الله هكون معاكم في تلخيص منهج Inspire Biology لـ Grade 9 Advanced. هنبدأ بصفحات الهيكل، ده ملخص شامل صفحات الهيكل. أول chapter عندنا بيتكلم عن الـ Chemical Reaction، التفاعلات الكيميائية اللي بتحدث. أي تفاعل كيميائي بيحدث محتاج Activation Energy عشان يتم. في تفاعلات محتاجة activation energy عالية جدا عشان تبدأ التفاعل وتكون products. عندنا chemical reactions بتتكون من ال products، من ال reactants sorry. بتتفاعل مع بعضها وتكون لي products. فعشان الرياكتنز دي يتم التفاعل عشان يبدأ يتكون products فلازم activation energy. طيب زي ما قلنا ساعات الـ أو ساعات الـ chemical reaction بيحتاج activation energy عالية جدا عشان يبدأ التفاعل. طيب احنا عايزين التفاعل أو عشان التفاعل يتم بسرعة، طيب احنا عايزين دلوقتي التفاعل يتم بسرعة ولكن نقلل من الـ activation energy اللي التفاعل محتاجها. فنعمل ايه؟ في حل عندنا ان احنا نضيف حاجة اسمها كاتاليست. الكاتاليست دي بتعمل ايه؟ بتسرع من التفاعل وفي نفس الوقت بتقلل الاكتيفيشن انرجي اللي التفاعل محتاجها. يبقى الحل عندي عشان اسرع التفاعل وفي نفس الوقت اقلل الاكتيفيشن انرجي يبقى هستخدم كاتاليست. الكاتاليست هو مادة بتقلل الاكتيفيشن انرجي اللي محتاجها الكيميكال رياكشن عشان يبدأ. طيب الكيميكال رياكشن مهمة جدا في تسريع التفاعل الكيميائي، ولكن هي مش بتدخل او مش بتتدخل في البرودكتس المتكونة، ملهاش دعوة بالبرودكتس، مش بتزود البرودكتس، لا البرودكتس كده كده ثابتة سواء بكاتاليست او من غير كاتاليست، فهي البرودكتس نفسها هي اللي بتطلع. يبقى كده زي ما عرفنا ان الكاتاليست بيسرع التفاعل فقط، مش بيتحكم في كمية البرودكتس المتكونة. تاني حاجة ان الكاتاليست ده مش بيستهلك في التفاعل. يعني ايه؟ يعني هو بيخلص التفاعل ده ويتم الانفصال عن التفاعل ويروح تفاعل تاني يسرعه، بيروح تفاعل تالت يسرعه، وهكذا بيشارك في تفاعلات كتير جدا. ده الكاتاليست. في نوع مهم جدا من الكاتاليست، نوع بقى بيولوجيكال كاتاليست اسمه الانزيمز. الانزيمز او الانزيمات دي هي بيولوجيكال كاتاليست، بتعمل ايه؟ بتقلل زيها زي الكاتاليست عادي، بتقلل الاكتيفيشن انرجي اللي الباي كيميكال رياكشنز محتاجاها. بتسرع من نسبه الكيميكال رياكشنز ان بايولوجيكال بروسيسز، بتسرع من الرياكشنز اللي بتحصل في العمليات الحيويه. هي مهمه جدا في العمليات الحيويه وكمان مهمه للحياه الافراد، يعني الحياه الاورجانز دي. الانزيمز هنعرف دلوقتي ان عندنا انواع من الانزيمز، يعني جوه جسم الانسان في انواع من الانزيمز. بتعمل ايه الانزيمز دي؟ ما احنا جوه جسمنا عملية الهضم دي تعتبر تفاعل او كيميكال رياكشن. ده بيحصل ايه؟ او بايو كيميكال رياكشن. عشان ناكل الطعام فلازم يهضم، لازم يتم هضمه او يتم تبسيطه او تكسيره لاجسام صغيره عشان يتهضم. ما ينفعش الاكل ينزل يروح على المعده يتهضم في المعده بالمواد الكومبلكس بتاعته دي. لازم ايه اللي يحصل؟ لازم الانزيمز دي بتساعد ان الاكل اللي احنا بناكله بيتم تكسيره لاجزاء ابسط، المعده بتكون قادره على هضمه. تمام. زي ايه عندنا من الانزيمز دي؟ عندنا الاميليز بيساعد على تكسير حاجة اسمها الاميلوز، ده نوع من السكر. عندنا اللايبيز ده انزيم بيساعد على تكسير الفاتس او الليبيدز الدهون. عندنا انزيم اسمه البروتيز بيساعد على تكسير البروتينز. يعني احنا بناكل اجزاء كومبلكس زي الاميلوز، الفاتس، البروتينز، كل دي حاجات معقدة معدتي ما تقدرش تتعامل معاها، ما تقدرش تهضمها. فيجي انزيمات زي دي موجودة في جسمي تعمل ايه؟ كل انزيم مسؤول عن تكسير مادة معينة لمواد ابسط قادرة المعدة على هضمها. دي رسمة بتوضح لي التفاعل من غير كيميكال رياكشن وتفاعل تفاعل من غير انزيم او كاتاليست وتفاعل بالكاتاليست. عندنا الانرجي هنا والرياكشن بروجرس.
عندنا اول واحد اللون الاحمر ده زي ما انتوا شايفين الاكتيفيشن انرجي بتاعته كبيره. طيب عشان ايه؟ عشان هو من غير كاتاليست، من غير الحافز بتاعه، من غير الحفاز او الحاجه اللي بتحفزه عشان يسرع التفاعل. طيب لما ضفنا له بقى الكاتاليست ايه اللي حصل؟ الاكتيفيشن انرجي بتاعته قلت زي ما احنا شايفين، لان هو ده الهدف من الهدف من الكاتاليست او من الحفازات، ان هي بتقلل الاكتيفيشن انرجي. فزي ما احنا شايفين في اللون الاخضر هنا او في التفاعل اللي مرسوم باللون الاخضر ده مستخدم كاتاليست. ليه؟ لانه مستخدمين هنا مستخدمين الكاتاليست او الانزيم عشان كده قلل الاكتيفيشن انرجي. لكن هنا اللي باللون الاحمر ده الاكتيفيشن انرجي بتاعته عاليه، فمعنى كده ان احنا مش مستخدمين انزيم او كاتاليست. بعد كده هيكلمنا عن الماء. الماء هو نوع من انواع حاجة اسمها البولر موليكيول. بولر موليكيول يعني ايه؟ يعني هو عنده اوبوزيتلي تشارجد ريجنز، يعني عندنا ريجن او منطقة مشحونة بشحنة نيجاتيف، وعندنا كمان منطقة او جزء مشحون بشحنة بوزيتيف. لو جسم عندي او مولكيول عندي مشحون opposite charged regions ده معناه ان هو اسمه polar molecule، زي الماء بالضبط، عندها slightly negative end و slightly positive end. طبعا الماء بيتكون من H2O، فالO مرتبطة مع 2H بالشكل ده. لو جينا رسمناها هتبقى او عملناها على شكل كده هتبقى بالشكل ده. دي ذرة الاكسجين اللي هي negative وذرات الهيدروجين اللي هي positive. فده بيدي خاصية للماء ان هو بيكون عنده polarity. البولاريتي ده معناها ان هو عنده two opposite poles، عنده قطبين مختلفين، زي بالضبط المغناطيس. المغناطيس عنده عنده north، عنده pole north، وعنده او ال north pole والsouth pole، فعنده قطبين مختلفين او قطبين مختلفين. فكمان الماء الاجزاء بتاعتها او البولز بتاعتها بتكون مختلفه. بول بيكون نيجاتيف وبول تاني بيكون بوزيتيف. ده بيدي للماء خاصيه البولاريتي او ان هو بيكون بولر موليكول، ان هو معناه ان هو عنده ايه؟ اوبوزيتلي تشارجد ريجنز. الشكل ده بتاع الووتر بنقول عليه ايه؟ بنت شيب. شكل الرسمة دي اسمها pent shape. تمام. طيب بعد كده نشوف المكسشرز with water. المكسشرز اللي هي يعني ايه المكسشر اصلا؟ هي combination من two or more substances، يعني combination او تجميع كده لمادتين او اكتر، ده بنقول عليه مكسشر او خليط. طيب كل مادة بتحتفظ بالخواص بتاعتها، كل مادة بتحتفظ بالخصائص بتاعتها. عندنا نوعين من المكسشرز، عندنا الهوموجينوس مكسشرز والهيتروجينوس مكسشرز. الهوموجينوس ده بيكون ايه؟ بيكون المكسشر اللي هو الكومبوزيشن بتاعته كلها ملتحمة مع بعضها لدرجة ان احنا ما نقدرش نفصلهم عن بعضهم بسهولة. يعني بيكون المكسشر with a uniform composition هو ده الهوموجينوس. ممكن نقول عليه اسم تاني، نقول عليه سوليوشن، نقول عليه سوليوشن او محلول. سوليوشن هو اسم تاني للهوموجينوس ميكستشرز. السوليوشن دايما بيتكون من حاجتين، السولفنت والسوليوت. السولفنت يعني ايه؟ السولفنت ده اللي هو الماده اللي in which another substance is dissolved، المادة اللي هي بتدوب مادة تانية. زي في الغالب بيكون مثلا الماء، احنا لما نحتاج ندوب حاجة بندوبها في الماء، فالماء ده بالنسبة لي يعتبر ان هو solvent. طيب المادة اللي بتذوب بقى اللي هي بيحصل لها dissolving solvent، بتدوب في solvent، دي اسمها solute. يبقى عندي solvent اللي هو المذيب، وعندي solute المذاب. المذيب اللي هو بيذوب المواد، المذاب اللي هو بتذوب في المذيب. يعني السولفنت هو زي الماء مثلا، ولو هدوب في الماء ملح يبقى الماء هو الملح هو السوليوت. لو ماء وسكر الماء هو السولفنت والسكر هو السوليوت، وهكذا. طيب عندنا امثله.
زي مثلا الشاي ده لما نضيفه لماء، ايه اللي بيحصل؟ الميكسشر بقى اتكون عندي ميكسشر، لانه شاي وماء مادتين اهو، يبقى كده اتكون عندي ميكسشر. بس الميكسشر ده هيبقى منتشر في الكوباية كلها، هنلاقي ان هو داب في الكوباية كلها، فوق بقى وتحت وفي النص وهكذا، فعشان كده ده نوع من انواع الهوموجينس ميكسشر. طيب الميكسشر زي ما قلنا الملح والماء، الملح ده بيبقى السوليوت، والووتر ده اللي بيكون السولفنت. زي كمان السلايفا اللي هو اللعاب، اللعاب اللي في الفم، اللعاب ده كمان نوع من انواع الميكسشر. ليه؟ لانه بيذوب فيه يعني هو سوليوشن. ليه؟ لانه بيذوب فيه ميكسشر او هوموجينس ميكسشر او سوليوشن، لانه بيحتوي على البروتينز سولت وهكذا، بيذوبوا في السلايفا اللي جوه الفم، بيذوبوا جوه اللعاب. يعني اللعاب ده مش مجرد ان هو ماء، لا ده بيذوب فيه كمان بروتينات واملاح وهكذا. الاير كمان يعتبر سوليوشن. ليه؟ لان الاير بيذوب فيه الغازات، بيختلطوا مع بعض بيكونوا ميكستشر، يونيفورم ميكستشر او هوموجينس ميكستشر او سوليوشن. كل دي انواع للهوموجينس. النوع الثاني الهيتروجينس ميكستشر، نوعين عندنا، السسبنشن والكولايدز. السسبنشنز دي البارتيكلز، في السسبنشن بيحصل لها سيتل تو ذا باتم، بتترسب في الاسفل. زي ايه؟ زي اللي هو الميكستشر بتاع اللي اسمه ايه ده، الرمل والماء، بتاع الرمل والماء. لو احنا دوبنا رمل في ماء، بعد فتره هنلاقي الرمل حصل له ايه، بدا يحصل له ان هو يترسب في الاسفل، يحصل له settle to the bottom. طيب الكلويدز بقى النوع تاني من الهيتروجينس. الكلويد هو البارتيكلز بتاعته مش بيحصل لها settle to the bottom، مش بتترسب. زي ايه الكلويدز؟ زي السموك، زي الباتر، زي الميلك، زي البينت، زي الانك، زي البلوت. كل دي كلها امثله على الكلويدز هيتروجينس ميكستشر. تمام. الهيتروجينس بنقدر نميز المكونات، زي مثلا السلطه، لو جبنا طبق من السلطه بيحتوي على ايه، طماطم وخس وهكذا، فكل الحاجات دي طماطم وخس وباقي المكونات، فاحنا نقدر نفصل المكونات عن بعضها. نقدر نفصل المكونات عن بعضها، عشان كده سموه هيتروجينس ميكستشر، يعني محلول غير متجانس. بعد كده عندنا الماكرو موليكيول. الماكرو موليكيولز دي اللي هي جزيئات كبيره او جزيئات معقده. الجزيئات المعقده دي بتتكون من جزيئات اصغر منها، اسمها الموليكيولز. ممكن نقول اسم تاني على الماكرو موليكيولز، نقول عليها ايه، بوليمرز. فلو قلنا عليها بوليمرز، فهنقول ان هي بتتكون من repeating unit of identical or nearly identical compound اسمها monomers. يعني البوليمرز بتتكون من monomers، والماكروموليكولز بتتكون من السمول موليكولز، وهما الاثنين بنفس المعنى، ان هما جزيئات كبيرة بتتكون من يونتس او وحدات مكررة كتيرة، بتكون متشابهة او تقريبا متشابهة، اسمها small molecules او monomers. تمام. عندنا زي ايه الماكرو موليكولز؟ زي عندنا الكربوهيدرات، الليبيدز، البروتين والنيوكليوس. فعندنا الكربوهيدرات بتتكون ان الكربوهيدرات اللي هي زي الموجودة في الخبز، زي الموجودة في الرز وهكذا، دول اسمهم كربوهيدرات. الفانكشن بتاعتها بتخزن الانرجي، بتخزن الطاقة، ستور انرجي، بروفايد ستراكشرال سبورت، بتدعم او بتوفر الدعم للستراكشرال او اللي هو التركيبي، بتوفر الدعم التركيبي لتركيب الكائنات او جسم الكائنات الحية او الاورجانزم. بعد كده عندنا الليبيد. الليبيد بيعمل برضو بيخزن طاقة وبيوفر البريرز، او بيوفر بيبروفايد باريرز، بيوفر الحواجز، او بيبني حواجز اللي هو الليبيدز دي، او الدهون اللي بتكون موجودة ما بين الجلد، ما بين السكن والعظام. بيكون طبقة من الفاتس في جسمنا، دي اسمها الفاتس دي بسبب الدهون. طيب او الليبيدز. الدهون زي ايه؟ زي ايه المواد الدهنية بناكلها، زي الباتر،
اي حاجات فيها دهون. طيب البروتينز، البروتينز دي والنيوكليك اسيد مهمين جدا جدا للجسم. البروتين مهمة لأي بروسيس بتحصل جوه جسمنا، بتعمل ترانسبورتر سبستنسز، سبيد رياكشن، بروفايد ستراكتشرال سبورت، وكنترول سيل جروث. طيب نيوكليك اسيد زي الدي ان اي والار ان اي بيوفروا الدي ان اي، طبعا هي الجيناتيك ماتيريال او هي الماده الوراثيه في جسم الانسان. دي الماكرو موليكولز. بعد كده ندخل على تشابتر 2 اللي اللي بيتكلم عن السيلولر ستراكشر اند فانكشن. بيتكون بقى ان اصلا ما كانش في حد مكتشف ان جسمنا بيتكون من اجزاء اصغر اسمها الخلايا، ما كانوش لسه العلماء اكتشفوا الكلام ده لحد ما اجى روبرت هوك واكتشف ان الاجسام الكائنات بتتكون من تريليونز اوف سيلز. اجى بعد كده عندنا السيل ثيوري. السيل ثيوري عندنا 3 برينسيبلز او 3 مبادئ لنظريه الخليه. اول حاجه او اول مبدا عندنا بيقول ان جميع الكائنات الحيه composed of one or more cells، كل الكائنات الحية بتتكون من خلية أو أكتر. في كائنات حية بتتكون من خلية واحدة اسمها يوني سيلولر، دي كائنات وحيدة الخلية. وطبعا لحد ما نوصل لأجسام الكائنات الحية، الكائنات بقى المعقدة بتتكون من ملايين ملايين الخلايا. ده اللي قاله أو اللي قال البرنسبل ده عالم اسمه شلايدن. طيب البرنسبل التاني بقى بيقول إن الخلايا هي basic unit في ال structure and organization of all living organism، هي الوحدة البنائية والتركيبية لكل الكائنات الحية. يبقى الخلية هي الوحدة البناء والوظيفة في كل الكائنات الحية، الوحدة البناء والوظيفة والتنظيم في أجسام الكائنات الحية. ده اللي قال ال principle ده اللي هو ثيودور شوان. ثيودور شوان. طيب بعد كده الخلايا، الخلايا الجديدة دي بتيجي منين؟ بتيجي من انقسام الخلايا السابقة. الخلايا بتنقسم فبتكون خلايا جديدة. طبعا الخلايا القديمة بتنقل الجيناتيك ماتيريال بتاعتها للخلايا الجديدة، يعني لازم الخلايا الجديدة او الخلايا عموما يكون فيها الجيناتيك ماتيريال عشان هي دي المسؤولة عن اللي هي الصفات الوراثية، مسؤولة كمان اللي هي لازم يكون فيها البروتينز ولازم يكون فيها المواد المهمة. فبالتالي لما بتنقسم بتنقل كوبي من الجيناتيك ماتيريال دي للخلايا الجديدة. ده لمين اللي قال البرنسبل ده؟ اللي هو رودولف فيركرو. cells arise only from previously existing cells، الخلايا بتيجي اللي هي الخلايا الجديدة بتأتي من خلايا سابقة. رودولف فيركرو. اوكي بعد كده عندنا ان اي خلية بقى، سواء بقى خلايا الكائنات الحية البدائية، الكائنات الحية المتقدمة، كلها بتتكون من بلازما ميمبرين. البلازما ميمبرين دي هو ميمبرين او غشاء بيحيط بالخلية بيتحكم في دخول وخروج المواد من والى الخلية، يعني هو غشاء بينظم دخول المواد للخلية وبينظم كمان خروج الفضلات والمواد للخلية مش محتاجاها من الخلية. طيب البلازما ميمبرين ده التركيب الاساسي ليه اسمه الفوسفوليبيد. من اسمه كده هتحس ان هو نوع من الليبيدز او الدهون. طب ايه الفرق بينه وبين الليبيدز او الدهون؟ ليه مثلا ما نقولش ان البلازما ميمبرين بتتكون من ليبيدز مش فوسفوليبيد؟ لان الليبيدز بتتكون من جليسرول و 3 فاتي اسيد، من جليسرول و 3 احماض امينيه. طيب الفوسفوليبيد بقى بيتكون من ايه؟ من جليسرول برضو و 2 فاتي اسيد، وهنبدل التالتة بقى الفاتي اسيد التالتة، هتبقى بدل فاتي اسيد بدل ما يبقوا 3 فاتي اسيد هيبقوا 2 بس، وواحدة اسمها الفوسفيت، فوسفيت جروب. يبقى الفرق ما بين الليبيدز والفوسفوليبيد ان الفوسفوليبيد بنبدل واحده فاتي اسيد بفوسفيت جروب، عشان كده اسمها فوسفوليبيد. فتركيب البلازما ميمبرين الاساسي بيتكون من فوسفوليبيد.
اللي هو نوع من انواع الليبيدز، ولكن بنستبدل واحده فاتي اسيد بفوسفات جروب. البلازما ميمبرين بتتكون من الفوسفوليبيد باي لاير، يعني طبقتين من الفوسفوليبيد. تمام، بيتكونوا ازاي؟ الفوسفوليبيد اصلا تركيبه عامل ازاي؟ بيتكون من هيد وتيل، اتنين تيل كده. فلما يجي يتكون بقى طبقات البلازما ميمبرين، بتترتب الهيدز للخارج والتيلز للداخل. احنا قلنا باي لاير يعني طبقتين، يعني كمان في طبقة فوق هنا، وادي كمان التيلز بتاعتها. وهكذا، ده كده تركيب البلازما ميمبرين، بتكون فوسفوليبيد باي لاير يعني طبقتين مزدوجتين من الفوسفوليبيد. الهيد دي بتكون هيدروفيلك، والتيل بيكون هيدروفوبيك. يعني ايه؟ يعني الهيد بتكون هيدروفيلك يعني محبة للماء. محبة للماء يعني ايه؟ يعني بتسمح للخلية ان هي تكون موجودة في الووتري انفايرمنت او البيئة المائية، تخلي الخلية تكون موجودة في البيئة المائية. ولكن التيلز بتعزل الخلية عن الماء. ليه؟ لأنها بتكون هيدروفوبيك يعني غير محبة للماء، غير محبة للماء. جاي من فوبيك، جاي من فوبيا كده، ان هي بتخاف من الماء، مش بت يعني ايه بت مش بتتفاعل مع الماء، او مش بتحب تكون موجودة في بيئة مائية. عشان كده هي التيلز الموجودة في النص والهيد هي الموجودة للخارج، عشان تسمح للخلية ان هي تكون موجودة في watery environment. طيب ده تركيب البلازما ممبرين، ده شكل الفوسفوليبيد باي لاير. تمام، ده طبعا الهيدز اللي هي باللون الازرق، دي الهيدز، واللي في اللي تحت اللون الاخضر دي التيلز. طيب بتتكون من ايه تاني؟ بتتكون من حاجات تانية زي ايه؟ زي الكوليسترول، ده شكل الكوليسترول. الكوليسترول بيخلي التيلز ما تلزقش في بعضها، بيقف ما بين التيلز كده، وما بيخليش مثلا التيلز كده تقوم متحركة وبالشكل ده، لا، بيخلي التيلز تحافظ على شكلها المنظم ده. ده وظيفة الكوليسترول. بعد كده عندنا البروتينز، عندنا بروتين، ده نوع من البروتين، وده كمان نوع من البروتين، ترانسبورت بروتين. وعندنا الكربوهيدرات، كربوهيدرات تشين، سلاسل من الكربوهيدرات. وبس ده الهيد زي ما قلنا بولر يعني محب للماء، يعني هيدروفيلك، والتيل نون بولر يعني غير قطبي، يعني غير محب للماء، وبنقول عليه هيدروفوبيك. طيب عندنا ثلاث انواع من الخلايا. اول حاجه الخلايا الموجوده في الايزوتونيك سوليوشن. ايزوتونيك سوليوشن الجزء ده مهم جدا، اللي هو سيلز ان ايزوتونيك سوليوشن، سيلز ان هايبوتونيك سوليوشن، والسيلز ان هايبرتونيك سوليوشن. الفرق ما بينهم، السيلز اللي بتكون موجوده في الايزوتونيك سوليوشن او الخلايا او المحلول قصدي المتعادل التركيز، لما الخليه يكون السوليوشن او المحلول بتاعها يكون عنده تركيز متساوي، معنى كده ان الماء اللي داخل جوه الخليه يساوي الماء اللي خارج من جوه الخليه. يعني مفيش عندي نت موفمنت اوف ووتر، مفيش عندي محصله لحركه الماء، لان الماء اللي داخل يساوي الماء اللي خارج. تمام، معنى كده ان الماء موجوده في ايزوتونيك سوليوشن. يعني الووتر بقى والسوليوت اللي هي الايونز والشوجرز والبروتين وهكذا، كل ده كل الخلايا، الماء والخلايا او الماء قصدي والسوليوت بتكون الموجودة في الخلية تساوي الخارج الخلية. فده ما نقدرش نقول عليه ان عندها محصلة حركة، لان الحركة متساوية، اذا ده ايزوتونيك سوليوشن. تمام، طيب نيجي للهايبوتونيك سوليوشن. الهايبوتونيك سوليوشن هي خلية في محلول منخفض التركيز. منخفض التركيز يعني ايه؟ يعني السوليوت اللي بره اقل من الماء، هنلاقي الماء كتير جدا 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 والسوليوت قليله، عشان كده بنقول عليه منخفض التركيز، لان تركيز السوليوت، تركيز المواد المذابه قليله،
الماء كتير، الماء كتير، فبالتالي خلى المحلول يبقى منخفض التركيز. زي لما نعمل مثلا عصير، ومثلا عصير جوافة مثلا، ففي ناس بتحب العصير مركز. يعني ايه مركز؟ يعني الجوافة نفسها، الجوافة دي اللي هي السوليوت اكتر من السولفنت اللي هو الماء، فنحط لها جوافة كتير وماء قليل جدا. ده كده اسمه ايه؟ ده كده اسمه عصير مركز، عصير مركز، لان السوليوت عالي. طيب لو في حد بيحب بقى العصير ده مخفف، فبنعمل له ايه؟ بنزود الماء، بنزود هنا السولفنت، بنزود السولفنت وبنقلل السوليوت. يعني كده المحلول او العصير ده منخفض التركيز، تركيزه منخفض، عشان احنا هنا بنتكلم عن السوليوت. السوليوت منخفض اللي هو الجوافة قليلة، يبقى كده الماء اكتر، يبقى كده محلول او عصير منخفض التركيز، وهكذا. نفس الحاجة هنا في الهايبوتونيك. في الهايبوتونيك منخفض التركيز يعني ايه؟ يعني تركيز الماء اعلى وتركيز السوليوت اللي هي المواد المذابة زي الشوجر، البروتين، الحاجات دي قليلة. جوه بقى العكس، الماء اقل والسوليوت بتكون عالية. الماء اقل داخل الخلية والسوليوت عالي. طيب احنا عندنا مبدأ، ايه المبدأ ده؟ بيقول ان السولفنت بتتجه ناحية السوليوت العالي. يعني السوليوت العالي فين دلوقتي؟ احنا لسه قايلين السوليوت العالي بيكون جوه الخلية، اذا الماء هيتجه فين؟ هيتجه ناحية السوليوت العالي، يعني هيدخل جوه الخلية. يبقى حركة الماء حاليا هتتجه لداخل الخلية. ليه؟ لان الماء بيتجه ناحية السوليوت العالي، والسوليوت العالي بيكون جوه الخلية. تاني حاجة، احنا اوريدي الخلية بره اصلا نسبتها، الماء اصلا بره الخلية نسبته عالية، فايه؟ فهيدخل منه جزء جوه الخلية. تمام؟ يبقى كده cells in hypotonic solution. hypotonic يعني السوليوت بره كتير، السوليوت بره قليل، سوري، السوليوت بره قليل والسولفنت كتير. عكسه جوه الخلية، جوه الخلية السوليوت بيكون عالي والماء منخفض، فبالتالي الماء بينجذب ناحية السوليوت العالي. السوليوت العالي فين؟ بداخل الخلية. اذا حركة الماء هتتجه داخل الخلية عشان تروح بقى للسوليوت العالي. طيب يبقى كده بنقول على الخلية في lower concentration، في تركيز منخفض، خلية موجودة في تركيز منخفض، يبقى النت موفمنت الووتر بتكون ايه؟ بتكون into the cell، بتكون داخل الخلية. تمام؟ طيب لو مثلا هنتكلم عن خلية حيوانية، الخلية الحيوانية بتكون لو مثلا الماء دخل بقى جوه الخلية الحيوانية، احنا قلنا في الهايبوتونيك الماء بيدخل جوه، هنا بيبقى ماء كتير بقى، بدل ما كان بره كتير لا بيبقى جوه كتير، فهنا الماء دخل جوه الخلية، فممكن يسبب للخلية الحيوانية ان هي يحصل لها انفجار. الخلية بتفضل تنتفخ 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 لحد ما يحصل لها انفجار، لان دخلها ماء كتير. كمان البلازما ممبرين ما بيكونش صلب كفاية ان هو يحمي الخلية، فبالتالي ممكن تتعرض للانفجار. طيب لو خلية نباتية بقى، لو ماء كتير دخل بداخل الخلية النباتية، ايه اللي بيحصل؟ الخلية النباتية بيكون فيها البلازما ممبرين، لان احنا اتفقنا ان كل الخلية فيها البلازما ممبرين، ولكن كمان بيدعم البلازما ممبرين ده غشاء تاني صلب اللي هو السيل وول او الجدار الخلية، ده بيكون صلب، بيكون جدار صلب. فده بيعمل ايه؟ لما الماء الكتير يدخل جوه الخلية، اكيد بقى الجدار الصلب ده هيحميها من ايه؟ من ان هي تنفجر، بل بالعكس هيدعم الخلية، هيعملها سبورت، هيعمل سبورت البلانت سيل، يعني مش هتنفجر، ولكن بالعكس الخلية هتدعم وهتبقى اقوى لما يدخل جواها ماء كتير. يبقى انا عندي حالتين في الهايبوتونيك سوليوشن، خلية نباتية والخلية الحيوانية. الخلية الحيوانية لما يدخل الماء جوه الخلية، لان احنا قلنا حركة الماء بداخل الخلية اكتر، فلما حركة الماء داخل الخلية الحيوانية هتسبب ان هي تنتفخ وتنفجر، لكن في الخلية النباتية عشان بيدعمها جدار صلب، فبالتالي بيحصل لها دعم ومش بتنفجر. طيب نيجي بقى للسيلز ان هايبرتونيك سوليوشن. هايبرتونيك سوليوشن، هايبر يعني اباف، يعني تركيز عالي. الخلية دلوقتي في تركيز عالي، يعني ايه؟ خلية اهي في تركيز عالي، يعني السوليوت زي عصير الجوافة كده بيكون ايه؟ بيكون عالي، السوليوت هنا عالي، والماء، الماء اللي بيكون منخفض، كمية الماء هنا بتكون اقل من السوليوت. طيب
جوه الخلية بيكون العكس، السوليوت هيكون منخفض والماء هيكون عالي. طيب احنا اتفقنا ان الماء حركته هتكون فين؟ هتكون باتجاه السوليوت العالي، يبقى الماء حركته هتكون فين؟ هتخرج بره عند السوليوت العالي. يبقى النت موفمنت في الخلية اللي هي في الهايبرتونيك سوليوشن بتكون outside the cell، تمام، عشان بتتجه ناحية السوليوت العالي. طيب في برضو عندي الحالتين اللي هو الانيمال والبلانت سيل. الانيمال سيل لما يطلع منها بقى الماء، لما الخلية تفقد الماء، هنا الخلية فقدت الماء من داخلها، فقدت الماء من داخلها وطلع بره الخلية، فهيحصل ايه الخلية النباتية؟ هيحصل لها شريفل او تجعيد او انكماش. عشان ايه؟ عشان هي فقدت الماء اللي بداخلها. طيب البلانت سيل كمان، البلانت سيل بيحصل شرينكس اواي للسيل وول، السيل وول كده بينفصل او بيبتعد عن الخلية، فبالتالي برضو بيحصل لها انكماش او تجعيد. يبقى طالما الماء خرج بره الخلية يبقى حصل لها تجعيد او انكماش، تمام. عشان كده دايما نقول ان احنا لازم احنا نشرب ماء كتير، لازم نعتمد على ماء كتير في اليوم. ليه بنعتمد على ماء كتير او نشرب ماء كتير في اليوم؟ عشان الخلايا بتاعتنا يدخلها كمية من الماء معتدلة، فتخلي الخلية بتاعتنا يعني ايه، تخليها ما يحصل لهاش انكماش او تجاعيد، تخلي شكلنا وبشرتنا بشكل صحي، ما تفقدش من جواها الماء، فيبقى باين على بشرتنا ان هي بهتانة ومجعدة وهكذا. لازم كل كمان لما الشخص يتقدم في العمر بيحصل له انكماش وبيحصل لجلده انكماش وتجاعيد. ليه؟ لان خلاياه بتبدا تفقد جزء من الماء، فعشان كده بيبان على شكله وبيبان على جلده ان هو حصل له انكماش. فلازم نحافظ على الماء في اليوم بشكل كويس، بشكل معتدل، ولا هو كتير قوي لدرجه ان الخلايا تنتفخ وتنفجر، ولا قليل قوي لدرجه ان الخلايا تنكمش. لازم نحافظ على مستوى معتدل من الماء. طيب ده اول حاجه، شكل الخليه في الايزوتونيك سوليوشن. لو تلاحظوا الاسهم زي بعض، الماء اللي داخل بيساوي الماء اللي خارج. ده شكل الخليه النورمال اللي هي في الايزوتونيك سوليوشن. ده شكل الخليه الحيوانيه وده شكل الخليه النباتيه. طيب نيجي بعد كده في الهايبوتونيك سوليوشن. لو تلاحظوا السهم اللي داخل اكبر من السهم اللي خارج، معنى كده ان النت موفمنت للماء بيكون داخل الخليه، الماء بيتجه داخل الخلية بيخلي الخلية اهي زي ما انتم شايفين تنتفخ وفي الاخر بتنفجر. طيب وده اللي قلنا بيدعم النبات، بيبقى شكله كده يبان ان هو صحي اكتر وبشكل مدعوم اكتر. ده في الهايبرتونيك. لو تلاحظوا ان السهم اللي خارج الخلية هو اللي اكتر، ليه؟ لانه بيتجه ناحية السوليوت. لو تلاحظوا السوليوت اللي لونه اصفر منتشر بره الخلية اكتر، لكن هنا السوليوت اللي هو اللي لونه اصفر ده كان بره الخليه اقل وجوه الخليه اكتر، عشان كده الماء اتجه جوه الخليه ناحيه السوليوت العالي. وده طبعا شكل الخليه النباتيه. ده شكل الخليه الحيوانيه لما حصل لها شرينكس او انكماش، وهنا شكل الخليه النباتيه لما حصل برضو انكماش للسيل وول. عندنا نوعين من الترانسبورت. طيب احنا دلوقتي عرفنا ان البلازما ميمبرين بتتحكم في دخول المواد داخل وخارج الخلية وهكذا. طيب ازاي بقى بتتحكم في دخول وخروج المواد؟ عن طريق وسائل كتيرة للنقل. زي ايه؟ بتنقل المواد عن طريق وسائل مختلفة للنقل، زي الديفيوجن، زي الاكتيف ترانسبورت وهكذا، من طريق الانتشار، عن طريق النقل النشط. في طرق كتير لنقل المواد بداخل الخلية. عندنا نوعين من الترانسبورت، عندنا active transport و passive transport. active transport يعني ايه؟ يعني الخلية او المواد بتنتقل من تركيز منخفض لتركيز عالي. ده كده عكس العادي، يعني في العادي ان المواد بتنتقل من تركيز عالي لتركيز منخفض، فالعكس بقى اللي بيحصل ان هي بتنتقل من اللور كونسنتريشن للهاير كونسنتريشن، ده كده عكس العادي، فبالتالي محتاجه انرجي عشان تزقه، عشان تديله زقه او دفعه ان هو ينتقل من حاجه قليله من تركيز منخفض لتركيز عالي، فمحتاج دفعه. فبالتالي ده بنقول عليه الدفعه دي اسمها انرجي او طاقه، بيحتاج طاقه عشان ينتقل من التركيز المنخفض للتركيز العالي، فده عشان كده بنقول عليه اكتيف ترانسبورت لانه بيحتاج للانرجي. طيب الباسيف
اللي هو بينتقل، المواد بتنتقل بطريقه نورمال بقى، اللي هو ايه، من الهاير كونسنتريشن لللور كونسنتريشن، ده النورمال، دي طريقه النقل العاديه، فبالتالي مش بيحتاج طاقه. زي بالظبط لما نيجي مثلا نشوط كوره من اعلى لاسفل، مكان عالي لمكان اسفل، فاول لما نزقها هتنزل على طول على طول على طول، مش محتاجه اي انرجي، هي نزلت طول المسافه دي لوحدها، لان نزلت من مكان عالي لمكان منخفض. طيب تخيلوا العكس بقى، شطناها من مكان منخفض لمكان عالي، كل شويه محتاجه ايه، كل شويه محتاجه ان احنا ندفعها برجلنا، كل شويه دفعه، محتاجه دفعه، محتاجه دفعه، فالدفعه دي هي الانرجي، لان انتقلت من مكان منخفض لمكان عالي، وهكذا الترانسبورتيشن برضو، لما ينتقل من مكان منخفض لمكان عالي التركيز ده بيحتاج انرجي، فبنقول عليه اكتيف ترانسبورت، ولكن لما ينتقل من مكان عالي لمكان منخفض ده باسيف، يعني لا يحتاج لانرجي. كده هنخلص درس النهارده، ده اول كده ريكورد، اول تسجيل، وان شاء الله المره الجايه نبدا بقى على امثله للاكتيف ترانسبورت والباسيف ترانسبورت، هنبدا بقى نتكلم عنهم بالتفصيل ان شاء الله. انتظرونا بقى في تسجيل قادم نكمل فيه بقى دروسنا.